خاص لشهر المواقع. والشغله الثالثه يربح اي ريوردز. الاي ريوردز هي ولو هي بسيطه بس ايضا محفزه لبعض الناس. يعني انت متصفح يعني اولا تضمن ربحك اليومي. طيب كيف تضمن ربحك اليومي؟ يقول لك اذا صفحت مينيموم 25 موقع ضمنت ربحك اليومي. واذا وبالنسبه للاي كريدت، بالنسبه للاي كريدت او الرصيد لاشهار الموقع، ينطيك كل 25 موقع تصفحن ينطيك 50 اي كريدت. اذا صفحت 50 ينطيك 100، صفحت 75 ينطيك 150، صفحت 100 ينطيك 200، ينطيك اي كريدت. فهذا الاي كريدت انت تقدر تستفيد من عنده. طبعا هو يعني الاي كريدت ايضا رصيد يتولد عندك، وهذا مستقبلا ارباح. يعني هاي الارباح انت ممكن تبيعها. لو نجي على سلايد الاي كريدت، الاي كريدت يعني الرصيد اللي تشهر به الموقع الالكتروني من خلال التكست او البانر او سلايد او سايت. ممكن انت من تروح على تفتح الموقع، تروح على الفي سيرفيسز، كلك عليها، تروح على اكسس اد. اوكي، من داخل اكسس اد هذا موقع خاص للاعلانات، فمن هناك يطلب من عندك رصيد اي كريدت علشان تشهر به موقعك. اشهار موقعك يكون عن طريق هاي اللي هي التكست او البانر او السايت. يعني تروح على مثلا التكست، شي يقول لك اللينك مال ينشره بمحرك البحث اكسس ايضا، او البنر كذلك، او تريد عن طريق الراوتر، تريد تشهر عن طريق الراوتر اللي كل الناس اللي تشترك بالشركه تتصفح بهاي المواقع اللي هي مالت المشتركين. فهذا كله يستخدم، هذا كله عليكم السلام، هذا كله باستخدام، هذا كله باستخدام الاي كريدت. فانت من تستخدم الاي كريدت هو لاشهار المواقع. فخلي في بالك الاي كريدت انت اللي تاخذه من الشركه هو دائما يبدي يتولد، دائما يبدي يتولد عندك اي كريدت جديد. بس خلينا نطلع السلايد. اوكي، يعني الرصيد نفسي تمادتك اللي انت اخذته، ما يتولد عندك رصيد هذا ما ينقطع. يعني اذا تبقى تشهر موقعك مره مرتين ثلاثه، او تريد انت تولد رصيد وتبيع، تولد رصيد وتبيع. طبعا واحد يقول يسال يقول وين ابيعاني؟ من يشتري من عندي؟ ان شاء الله الايام القادمه انت جمع الرصيد مالتك، ان شاء الله الايام القادمه راح نلقى الشركه اللي تاخذ منه كل هذا الرصيد. اوكي، فنذكر شويه باقات الاشتراك، ونذكر ونذكر ايضا معاهم المعادلات مال الربح اليومي. فمن نقول باقه الاشتراك اللي هي الكونستانت اي، طبعا هاي باقات الاشتراك اول ما بدات الشركه ما اشتغلت على الكونستانت، هذا الاشتراكات البسيطه. الشركه اول ما بدات تشتغل بدات من الجولد، لكن خلت الكونستانت فشيء بسيط جدا، بس بدأوا يطورون بي. فاليوم الكونسلتات لا بأس بي. اوكي، لكن بالنسبه للناس اللي عندهم جديه قويه، ممكن هو يبدي بالكونسلتات كمجرد يجرب الشركه شويه شويه، بعدين يدفع فرق الفلوس ويتحول الى جولد. فالكونسلتات الاشتراك مالته هو هذا 560، تضاف له 10 يصير 570. هنا شوف هنا ايش عندك. عندك البي اس في. كل خطط الشركه تعتمد على البي اس في، كل خطط الشركه البيرسونال سيلز فوليوم، يعني المبيعات الشخصيه. يعني هو سعر الاشتراك مالتك نفسيته، بس هو ينزع من عندك 59. هاي ال 59 هي اللي هي سيلز كيت، هاي مشمول بها كل الباقات. هاي اشتراك سنوي، يعني مشمول بها كل الباقات. هاي بدون هاي معتبرك انت عضو بالشركه. اوكي، فلازم انت دافعها. لكن هو يحسب راس مالك او يحسب المبيعات الشخصيه، يحسبها بنزوع من 59. فالبي اس بي مالتك
500 اذا انت كنت مشترك بهذا. طبعا اذا اضفت 10 يصير 510، اذا اضفت 10 يصير 510 عادي طبيعي. بس يعني اذا بس هذا الرقم يصير 560، بس ينضاف الى 10 لازم من البدايه، يعني اصلا يصير 510 مباشره. اوكي، فهنا عندك التصفح اليومي 25 موقع، 25 موقع تصفح اليومي اللي انت سويته. طبعا انت قلنا اذا سويت اكثر من 25 تستفيد من الاي كريدت ومن الاي ريوردز ايضا، بس ربحك اليومي مينيموم لازم تصفح 25. انت من تصفح هنا لين ال 100، يعني لو صفحت 25 ضمنت ربحك اليومي. تستمر بعد يزيد عندك الاي كريدت ويزيد عندك الاي ريوردز. يعني لو انت صفحت فقط 25 تاخذ، انت ضمنت ربحك اليومي اوكي، وتاخذ اي كريدت، تاخذ اي كريدت 50، بينما لو تكمل تاخذ ايك 200 فرق. والاي ريوردز ينطيك على كل واحد تصفح واحد اي ريورد. لو صفحت فقط 25 ينطيك 25 اي ريورد، لو صفحت 100 ينطيك 100 اي ريورد. اوكي، فالمهم احنا اهم شيء عندنا، اهم شيء هو اذا صفحت 25 تضمن ربحك اليومي. ربحك اليومي قلنا يكون بهذا الاسلوب، من دولار ونص ل 3 دولارات. اوكي، لكن هذا غير ثابت، يعني لا ممكن يزيد. فيتقسم قسمين، قسم عمولات نقديه يعني 50% تاخذها على كاش، و50% ترجع الى راس مالك. 50% الاخرى ترجع الى راس مالك، وين تنضاف؟ تنضاف البي اس في. يعني 50% عمولات خلال 50 تنضاف الى البي اس بي. البي اس بي مالتك 500، فيعني لو انت تربح هنا دولارين، دولار تاخذ كاش، دولار ينضاف على 500 يصير 501. الشركه تنطيك ارباح يوميه كل ما يزيد البي اس بي. صحيح معك، انا البي اس بي تاخذ يوميه اكثر، يعني ثاني يوم ارباحك اكثر من كل ما يزيد الاي بوينت، كل ما يزيد الربح. الشركه عندها سعر جديد للاي بوينت تعطيك ارباح على الاي بوينت. راح نجي لمعادله الاي بوينت بالضبط. اوكي، طبعا هذا بالنسبه لاشتراك الكونستانت هي. وايضا قلنا ينطيك هو رصيد 2000 اي كريدت، يعني الاي كريدت اللي هو رصيد قلنا عليه اشهار الموقع، وانت تقدر انت يوميا تربح 200 اي كريدت اذا تصفح 100 موقع، وتربح يصير 6000 اي كريدت بالشهر، يعني اكثر من الرصيد اللي انت ماخذه. وهذا الاشتراك انت ممكن تسويه بالاقساط، يعني 560 ممكن انت تشترك بالاقساط. هاي الخطه مساعده، هاي الخطه للمشتركين اللي ما عندهم مبلغ كافي للاشتراك. فمن يقول له بس مجرد هاي 69 لازم تدفعها، فاذا تريد حب تشترك بالاقساط تدفع 100، بس لسه عندك تدفع 100، فيصير اشتراكك يعني يصير ارباحك اليومي من 30 سنت الى 60 سنت على 100، لان الاي بوينت مالتك قليل، الاي بوينت مالتك 220 فقط، فتاخذ ارباح من 30 سنت الى 60 سنت. الشهر الاخر تضيف بعد 100 فتزيد ارباحك اليومي من 60 سنت الى 20 سنت. الشهر اللي بعده تضيف 100 فتزيد ارباحك شوي. اوكي، بعد اللي وراه تزيد 100 وهكذا. فالى ان توصل عندك 500 فيصير من دولار ونص الى 3 دولار. طبعا بهاي هنا من يوصل 500 يبدي يصير استقطاع، يعني هو مو استقطاع، نصف تاخذ كاش نصف يرجع على راس مالك. وليش يرجع على راس مالك؟ علشان يزداد راس مالك هاي الفكره بالموضوع. هاي بالنسبه للاشتراك الاخر. بالنسبه للكونسلتانت بي، هذا الاشتراك هو 1060 ايضا يحسب لك البي اس بي مالتك 1000، يدخل في معادله الاي بوينت، يصير عندك الاي بوينت 2200، فاكيد ال 2200 ارباحها اكثر من السابق، فارباحها اذا تصفح 25 موقع ارباحها من 3 الى 6 دولار، نصف عملات نقديه ونصف ترجع الى راس مالك. ايضا قلنا ينطيك الاي كريدت 5000 ويزداد عندك اي كريدت. هسه نجي على الجولد، وراح شوي نركز بالجولد ونفهم المعادله مالت الجولد. راح شوي نركز بالجولد ونفهم معادله الجولد. فنجي على الجولد، الجولد هو الاشتراك هو 2000 بي اس بي، يعني الاشتراك هو 2060 فيصير عندك 2000 بي اس بي، راس مالك 2000 بي اس بي. طيب هنا عندك
عندك الاي بوينت 4 و4 4400 ينطيك 10000 اي كريدت رصيد لشهر موقعك ويوميا يزداد عندك الاي كريدت. قلنا ايضا ينطيك الهوست والدومين وهاي التفاصيل، هذا برنامج خاص لتصميم موقعك على الموبايل، هاي التفاصيل كلها اوكي. طبعا 25 موقع 25 موقع الى صفحتهم انت يوميا تاخذ ارباح يوميه. الارباح اليوميه قلنا من 6 الى 12 دولار مقسومات قسمين، قسم تاخذها عملات نقديه وقسم وين يرحل الى يرجع الى راس مالك. يعني لو ربحت انت هنا 8 دولارات 4 دولارات تاخذها كاش و4 دولارات ترجع ثاني يوم الى راس مالك، ثاني يوم تبيع في ماتك 2004 يدخل في معادله الاي بوينت، راح يصير عندك الاي بوينت 4404 فاكيد ارباح تصير اكثر. وراح نجي على هاي المعادله مال الربح، بس على العموم انت بس عندك شويه يعني مبدئيا واضحه بين من 6 الى 12 دولار قسمها قسمين، قسم عملات نقديه وقسم ترجع الى راس مالك. طيب هنا عندك هاي الارباح مالت الجولد، يعني الارباح يوميا 8 8 8 وهكذا. طيب هنا تعال خلينا هاي العمليه حسب هاي المعادله، بس شوي اريدكم اخوان تركزون معاي، ركزوا معاي اخوان. هنا لو نجي مثال كيفيه حساب الارباح بالنسبه، هذا طبعا مو دائما يعني اتكلم عن هاي على هاي السلايد هذا البرزنتيشن، لكن اليوم الامر اعتقد يتطلب من عندكم تفهمون هاي المعادله. هاي المعادله اللي خاصه بالنسبه للتصفح اليومي، هذا بالنسبه لمشترك الجولد. طبعا هي المعادله تسرع على كل الباقات الاشتراك مو فقط على الجولد، واضح؟ طيب هنا تعال شوف، يقول لك الارباح اليوميه هاي تعتمد على معادله اسمها معادله الاي بوينت نقاطك، كل ما تجمع اي بوينت اكثر كل ما ارباحك تصير اكثر. طيب انت اول ما جيت اشتركت ب 2000 دولار، يعني 2060، يعني البي اس بي مالتك 2000، يعني 2000 دولار. ف 2000 دولار زائد هاي عدد شراء انت ما عندك، انت هستبك مشترك ما عندك شيء انت، زائد عندك البونص اللي ينطيك اياه هو 120% من سعر الاشتراك اللي هي يعني يزيد لك الاي بوينت مالتك، يعني 2400 يصير عندك انت الاي بوينت. اول ما تجي تشترك ينطيك اي بوينت 4400. دائما كل سعر اشتراكك علشان يعني تعرف انت الاي بوينت كم مالتك، فانت من سعر اشتراكك ضربه او يعني ضربه في نسبه 120 وجمعه مع السعر الاول. فيعني لو كان انت اشتراكك 2000 ف 120% من السعر مالته يعني 2400 يجمع 2400 زائد 2000 يطلع 4400. لو كان اشتراكك 100 اوكي، لو كان اشتراكك 100 فانت تضرب في 120 فيصير عندك 100 زائد 120 يطلع عندك 220 سعر الاي بوينت مالتك. لو كان اشتراكك 1000 دولار، ف 1000 دولار بي اس في، 1000 دولار بي اس في زائد 120% يعني 1020 1200 عفوا، فتجمع 1200 زائد 1000 يصير عندك 2200، هذا الاي بوينت مالتك. بس احنا هنا الاي بوينت، احنا هنا عندنا مشتركين جولد، فالجولد هو 2000 ف 2000 زائد 120 يطلع عندك 4400. اعتقد صارت واضحه بالنسبه للاي بوينت، يعني هي نسبه تناسب انت حسب سعر اشتراكك زائد 120% من سعر اشتراكك يطلع الاي بوينت. ليش هو دي يسوي هاي العمليه؟ حسب هي معادلاتهم مالهم. فهنا الجولد اول ما تبي تشترك الاي بوينت 4400. طيب هاي معادلة الاي بوينت شو يقول لك؟ يقول لك الاي بوينت شوف هسه عندك محصور بين قوسين بالاحمر، هذا كله البي اس في اللي يجي منين؟ يجي من البي اس في مالتك القديم اللي هو سعر اشتراكك زائد معادلة الاي بير شيز اللي هي الشراء. يعني هذا الاحمر كله بي اس في زائد هذا اللون الاصفر البونص اللي هم 120 مليون طاقه. طيب لو نجي هسه على اول على هذا اليوم 31 جون، ف شهر ال 31 شهر الواحد يعني، فعندك هنا ال 8 و5 سنت اذا انت كان عندك الاي بوينت 4400
فانطاك 8 و5 سنت، لان على كل واحد اي بوينت هو عنده سعر، واحد دولار اوكي 10 سنت 20 سنت دولار 2 دولار ما نعرف. هالاي بوينت الاي بوينت الاي بوينت الاي بوينت يوميا سعر شكل حسب مبيعات الشركة. طيب فخلينا نقول اذا انت عندك 4 و400 فسعر الاي بوينت كذا كان، فتاخذ ارباح 8 و5 سنت. طيب 8 و5 سنت انت نصفها تاخذ عمولات نقدية، اخر يروح الى معادلة اعادة الشراء. طيب معادلة اعادة الشراء هي 4 دولار زائد هذا الزائد هو صفر يأتي من الفريق راح نتكلم عنه. لكن شنو قلنا تاخذ انت نصفها عمولات نقدية، نصفها عمولات نقدية او نصفها تروح اعادة شراء. طيب هي معادلة الشراء، المعادلة اللي هي اعادة الشراء هي نصف ارباحك من التصفح اليومي زائد نصف مجموع كل ارباحك اليومية ناقص نصف عمولات المستوى الاول. فاحنا نختصرها شو نقول؟ نقول نصف تصفحك اليومي زائد اللي يجي من الفريق، يعني مضاف الى اللي يجي من الفريق. فهسه احنا ما عندنا فريق، احنا بالبداية مشترك انت وحدك فما عندك صفر، فراح يصير عادة شراء هي فقط نصف ربحك اليومي اللي هو هذا 8. اوكي يعني اترك هاي اجزاء السنتات، نجي نضيف هاي عادة شراء وانا نضيفها للمعادلة. فشو يصير عندنا؟ يصير عندنا الاي بوينت باليوم اللي هو باليوم الثاني اللي هو يوم واحد في الشهر. اوكي اليوم الثاني شلون راح اسوي عمليه؟ راح يجمع عندنا البي اس في زائد الاي بير شيز اللي هو هذا اوكي، وزائد ال 120% يطلع عندك الاي بوينت 4404. يعني نفس هذا الاي بوينت نفسيته 4400 يضاف الى هذا عدد الشراء. ايش راح يصير؟ راح يصير عندك 4404. طيب يعني ثاني يوم عندنا الاي بوينت اكثر، فاذا عندنا الاي بوينت اذا ارباحك المفروض تصير اكثر، يعني انت عندك اي بوينت اكثر ففعلا ارباحك صارت اكثر. شوفنا انا عندك 8 و6 سنت، هي زاد السنت صحيح، هي زاد السنت، لكن هذا فقط بالبدل انت وحدك، لان انت عندك عدد الشراء اللي زيدت عندك الاي بوينت هي تجي من نصف ارباحك فقط زائد صفر، انت ما عندك فريق. لو كان عندك فريق ممكن هاي نار تصير الاف الدولارات، فالاي بوينت راح يصير عندك الاف الدولارات، راح يصير عندك ارباحك عاليه جدا. يعني هي ما محصوره من 6 ل 12 دولار اذا انت جولد، ممكن تصير 100 120 دولار باليوم الواحد او اكثر يعني. طيب نجي اليوم الثالث، هذا اليوم الثالث نفس العملية، همتنا الاي بوينت هو نفس الاي بوينت القديم يضاف الى نصف، يضاف الى من عدد الشراء ايضا نصف الارباح، فيصير عندك 4408. اوكي اليوم اللي بعده طبعا هذا زادت الارباح شوية، اليوم اللي بعده ايضا زاد عندك الارباح، اليوم اللي بعده ايضا زاد عندك الارباح، اليوم اللي بعده زاد عندك الارباح. عند الاي بوينت اكثر، ليش يوم سعلم انا عند الاي بوينت اكثر؟ لان الاي بوينت يوميه سعر جديد، الشركه اي بوينت يوميه سعر جديد، يوميه سعر جديد حسب مبيعات الشركه. يعني الشركه اول ما تاسست، اول ما صارت الاي بوينت كان رخيص جدا. ليش؟ لان اول ما يعني انطيك الكلام المفيد، اول ما تاسست الشركه ما كانوا ينطون على الجولد من 6 ل 12 دولار، اعتقد كان دولارين او دولار، بدا يزيد شويه شويه. بدايه 2013 كان 6 دولار، بدايه 2014 ما في 6، يبدا من 37 47 سنه. اوكي فشي يقول ستيف رينر، يقول ان شاء الله بالسنين القادمه دائما يبدا عندنا يزيد سعر الاي بوينت، دائما يزيد مربوط بمعادله مبيعات الشركه. يعني هي مبيعات واردات الشركه ياخذون من عندها 35% من واردات الشركه،
35% من واردات الشركه هاي وزعوها على كل الاي بوينت، يعني يقسموها كم عندنا اي بوينت، كم عندنا اي بوينت، ياخذون هاي النسبه مال 35% مال يوميا، هاي المعادله يوميا. مثلا اليوم ربحوا اليوم عفوا دخلت للشركه خلينا نفرض 100,000 دولار، يقسموها كم اي بوينت موجود عندهم؟ مليون، 10، يقسموها على كل اي بوينت يطلع سعر الاي بوينت الواحد بوينت. طيب منطقيا باعتبار كيرف الشركه صاعد، اعتبار كيرف الشركه صاعد 175% نمو، اذا الاي بوينت يزداد، ومن المنطق بين الاي بوينت يزداد لان الشركه قاعده تتوسع، وهذا نظام النتورك، النتورك يتضاعف، الاعداد بتتضاعف وتتضاعف بسرعه مهوله. فيعني بدايه الشركات النتورك دائما، بدايه شركات النتورك او الشركات اللي تحب تشهر نفسها عن طريق النتورك دائما بداياتها تكون بطيئه، بس نهاياتها او يعني من تستمر تصير القاعده عريضه جدا. يعني لو انت مثلا لو انت وصلوا عندك العدد خلينا نفرض 100,000، لو وصل عندك عدد 100,000، لو كل واحد يجون عن طريق خمسه صار كم راح يصير عندك؟ راح يصير اكثر من العدد الاول 25 مره ضعف. فهمتني؟ فهذا الاعداد يوميا بتصير اكبر، يعني المبيعات. ف 2014 متوقعين لها نجاحات كبيره، وفعلا بين وده تشوف انت موقع على اكسل. ليش ده يصعد عندك موقع على اكسل؟ شنو السبب؟ السبب لان القاعده الجمعيه ده تزداد يوميا. يعني احسب احنا العربي، انا بديت اول الناس وطن العربي، انا واحد بس اليوم كم، يعني خلال شهرين اليوم كم واحد فتح الموقع، اجى حسب زار على الموقع على اكسس بالوطن العربي. يعني الزائر هو الشخص اللي يفتح الموقع ويغلقه مره واحده، يعني مثلا جيت تفتحه غلقته، مره ثانيه جيت تفتحه غلقته، فعدد الزوار هذول يزيد الموقع رتبه. يعني اتوقع بالملايين، صارت فقط الوطن العربي صار عدد الزوار بالملايين، لان انت ممكن يوميه تفتح وتغلق، هاي يمكن انت باليوم فد 100 مره تفتح وتغلق. فهمتني؟ فده تشوف لهذا، ده تشوف انت الموقع ده يصدر، يعني كل شخص بيصيرون بعده خلال ايام قليله بيصيرون الاف الاشخاص، ولهذا بدك تشوف الاستخدام غير عندك. هو كل ما يزيد عدد المتصفحين كل ما يزيد عدد الناس اللي تشترك ايضا، يعني نسبه هذول المتصفحين نسبه من عندهم حتى لو بسيطه هذول يشتركون اذا يدفعون للشركه. فاذا اكيد الاي بوينت يوميا يزداد. فانت لا تحسب، يعني من اسمع ناس يحسب يقول انا لا اخذ 3 دولار باليوم اذا احسبها بالشهر 90 دولار اذا بالسنه كذا، ما في حسابات، هاي الحسابات مو صحيحه. الاي بوينت يوميا يزداد، وانت عندك يعني سعر الاي بوينت يوميا يزداد اولا، ثانيا انت اصلا يوميا عندك زياده بالاي بوينت اوتوماتيك، انت عندك يوميا زياده بالاي بوينت اوتوماتيك. يعني اولا هو الاي بوينت يزداد، وثانيا هو الاي بوينت عندك يزداد. ليش هنا انخفض؟ طبيعي جدا انخفض يوم يومين، بس تعال انت على الحسابات الشهريه مثلا، يعني او كل كوارتر بالسنه او كل 3 اشهر بالسنه، فراح تشوف عندك الزياده، دائما في زياده. يعني ممكن انت لو عندك محل اليوم مبيعاتك بالمحل خلينا نفرض بعت 100 منتج، بكره بعت 20 منتج، بعد بكره بعت 200 منتج، فعوض اليوم اللي انباع بيه قليل. فنفس العمليه بس احسب النتيجه مثلا شهريه، احسب النتيجه كل كوارتر كم تكون. هنا هي الشغله. فهنا يعني خلي ببالكم اخوان بان انت ربحك معتمد على الاي بوينت، بس لو تجي حسابات منطقيه هذا الاي بوينت مالتك يعني يكبر يكبر يكبر، يوصل مرحله يصير الاي ضخم جدا، فالشركه تخفض لك الاي بوينت، تخفضه. يعني لو وصل عندك مثلا 8,000 مثلا اي بوينت، كم يعني كم يوصل عشان يخفضوه؟ فالشركه تخفضه للنص، فهمتني؟ او تخفضه للربع حسب هي معدلاتها. فمن ينخفض عندك يرجع ينبني من جديد من عدد الشراء.
وانت اشتراكك مره واحده بحياتك. يعني خلي في بالك، هي شركه مو شركه استثماريه ابدا، مطلقا مو شركه استثماريه. لو كانت شركه استثماريه انت تعطيهم مبلغ تتفق عليهم على نسبه وخلاص، انت تروح تقعد بالبيت تاخذ نسبه وخلاص. بس الشركه هي مو شركه استثماريه مطلقا. ثاني شيء ارباحك مشروطه بالتصفح اليومي. ثاني شيء ارباحك هي غير ثابته وتبدي في زياده حسب زياده الايبون. بعد ما تصل مرحله يفضوا لك الايبون. ليش؟ عشان ما يصير تضخم. ويرجع ينبني عندك الايبون. يرجع ينخفض. يصعد ويرجع ينخفض وهكذا. طيب معادله اعاده الشراء تجي من نصف ارباحك من تصفح اليومي زائد يضاف الها. يعني هاي عدد الشراء اللي صعد عندك الاي بوينت. شوف هنا صعد عندك الاي بوينت 4 بعدين زاد بعد 4 زاد بعد 4 4 4. ليش؟ لان نصف تصفحك هو 8 نصف تصفحك 4. لكن عدد الشراء ما تجي فقط من نصف تصفحك، يضاف الها. لو كان عندك فريق نصف عمولاتك اليومي، هاي المعادله كيف تتحسن؟ راح نرجع عليها. شوف هنا أنا عندك ارباح التصفح اليومي، هي مو البي اس في مالتك تساوي البي اس في مالتك يساوي سعر الاشتراك زائد عدد الشراء. يعني لو نرجع على نفس السلايد اللي كنا فيه، شوف هنا أنا عندك السلايد شو يقول؟ يقول هذا البي اس في، هو البي اس في القديم مالتك زائد عدد الشراء، يعني اللي حصلناه بين قوسين هاي بالاحمر. هذا اللي زيد عندك الاي بوينت، اوكي؟ فهذا اللي زيد عندك الاي بوينت اللي هو البي اس في مالتك اللي الجديد اللي يجي من سعر اشتراك زائد عدد الشراء. طيب عدد الشراء قلنا معادله نصف ارباحك اليوميه يضلها نصف مجموع عملاتك اليوميه ناقص نصف عملات الفريق. طيب خلينا نسوي هذا المثال شوي يوضح اكثر. تعال نشوف هنا هذا المثال. هذا شخص شوف هذا الشخص هاي ارباح اليومي، شوف $80 يوميا. هذا الشخص مشتري جولد. هاي ارباحه موجوده بالفيديو مرفوع على اليوتيوب، هو فتح حسابه وسواه على شكل فيديو. شوف ارباحه $80 باليوم، ارباحه من التصفح اليومي مالته الشخصي فقط. شوف هاي توتال اي بيمنت رنت $80 $80 $107 يوميا، $113 $119 $132 $145. ده تشوف شلون ده يصعد عنده؟ ده تشوف كيف ده يصعد؟ ارباحه اليوميه تصعد؟ منين اجت هاي المعادله مالته؟ منين اجت ارباحه؟ هذا اجت من عدد الشراء مالته. يعني عدد الشراء مالته صعدت السعر نصف ارباحك من تصفح اليومي. اوكي؟ نصف ارباحك يضاف الها. يعني هاي مثلا هاي الاي بي اس 80 دولار تقسم على 2 زائد يضاف الها نصف عمولات كل مجموع كل عمولاتك اليوميه من فريقك اللي هي هذا توتال كوميشن اورينتد. هاي 1610 بهذا اليوم، 1700، 2100، 2500. هاي من المستويات اللي بعده، كل المستويات اللي بعده. اوكي قسم على 2 ناقص المستوى الاول اللي هم الاشخاص اللي انت جبتهم، كل ارباحك من المستوى الاول $63 يطلع عندك هذا الرقم. اذا $813 هنا يد اربعه، بينما شخص عنده فريق هنا كان صفر، انت ما عندك فريق. اذا ما عندك شخص فصار عنده عدد الشراء 813. وين تنضاف 813؟ ينضاف هنا الزايد عند الاي بوينت، فيصير عند الاي بوينت كثير جدا يوميا يزداد عند الاي 1000 و1200 وكذا. فمن يزداد الاي بوينت يصير عند الاي بوينت كبير، فاكيد ارباح اليوميه تصير ارباح كبيره جدا. لهذا اللي تشوف عنده البي اس في مالته ارباح كبيره جدا. لكن الحلو بالموضوع لو هذا الشخص كان معك، وين كان معك؟ بالمستوى الاول فرضا. يعني اذا انت كنت مثلا جولد وهذا الشخص اجى عندك هنا معك في المستوى الاول، تعال شوف هو يربح. اجى بي اس بي جديد، اجى بي اس بي 813
$13. طيب انت تربح على هذا البي اس بي جمال $813 اللي جاء من عدد الشهر، انت كم تربح؟ انت بالمستوى الاول لك، اذا هو هذا 10% تاخذ انت عليه 10% في 813 يطلع 81 دولار و3 81 دولار يطلع لك بالمستوى الاول من شخص واحد فقط. طيب لو عندك اشخاص بهاي المستويات ايضا عندهم فرق ويطلعون اعاده شراء قويه، انت اعداد كبيره تربح ارقام كبيره جدا، ولهذا تشوف الشخص الامريكي اللي ارباحه وصلت اكثر من 8000 دولار باليوم الواحد. شوف هنا عندك 38000 دولار باليوم الواحد. شوف هذا الشخص، شوف هذا الشخص، شوف عدد الشراء مالته، شوف 5000 و6700 7500، يعني هذا الشخص أرقام كبيرة جدا يطلع، أرقام كبيرة جدا هذا الشخص. تشوف عندك كيف المعادلة، يعني أنا من أذكر الخطط ما أقدر أذكر المعادلات بالبرزنتيشن، الناس مو كلها تفهمني. بعض الناس يعني تتوقع انت بعض الناس يحضر محاضره كامله، شوف المحاضره اتصل علي على سكايب يقول لهم كل شيء ما فهمت. طيب انا ما تكلمت على مستوى عالي جدا وما تكلمت على المعادلات نهائيا، ليش ما فهم؟ فشوف لازم احنا ننزل على اقل المستويات، حتى انا اذا افكر البرزنتيشن لازم اسويها سهله جدا، وهاي المعادلات كلها لازم تكون كتدريب. بس انا اليوم شفت القاعه غالبيه الناس اللي حاضرين بالقاعه يعني سامعين الفكره اكثر من مره، فحبيت اليوم اقدر اوضح اكثر على المعادلات عشان اوضح لكم بان كيف الارباح تتم. وفعلا المعادلات مالت الشركه الصراحه محفزه جدا، بس الشخص ها بالضبط كيف تتم العمليه تصير ارباح كبيره جداً. اوكي، وان شاء الله ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي هو بكره راح نعطي اكثر بعد دقه بالنسبه هاي المعادلات، بالنسبه عندنا تدريب بكره مو برزنتيشن، فما راح نتكلم اشياء عن البرزنتيشن، يعني التدريب شلون اليوم هسه مثلا صار شويه كلام عن المعادلات، وايضا راح نتكلم على خطه الدعم بكره ايضا، وبعض التفاصيل ايضا بالنسبه للعمل، وشلون نقدر نجيب نسوي استقطاب للناس ايضا، لان احنا نشتغل نتورك، لازم احنا نمشي على قواعد واصول النتورك. كيف فبكره انا دا اجهز تدريب بسيط جدا بالنسبه كيف انت تسوي دعوات للاصدقاء وكذا. طيب هاي بالنسبه صارت، اعتقد صارت شويه اوضح بالنسبه لهاي المعادلات اللي تجي، ارباح اللي تجي من خلال التصفح اليومي وايضا من خلال المستويات. شوف هنا عندك هاي المعادله ما تعادلت شيء، شوف هاي معادلة مع عادة الشراء اللي هو شو كاتب لك؟ كاتب لك هنا التوتال اي بيمنت ارن تو داي، يعني ارباحك من الصفحة اليومي يضاف لها التوتال كوميشن ارن تو داي، يعني ارباحك اليومية الكلية من فريقك ناقص الليفل الكوميشن مال ليفل 1. تشوف بس هو ما كاتب لي تقسيم 2، بس ركز ما كاتب تقسيم 2 ولا هنا كاتب تقسيم 2 ولا هنا، بس بالاخير كاتب لي 50%. كرياضيات ما في نفس الشيء، اذا انت كلهن خليت حصرت بين قوسين ضربتهم في 50% او قسمت كل على 2 ما في مشكله، لكن هو ليش ضربها في 50%؟ الى غايه بالموضوع. لو تفتح حسابك وتروح على الاكونت وبعدها تروح على اكونت ديتيل هنا بالاسفل اكونت ديتيل راح تشوف هاي ال 50% موجوده عندك، يسميها اي بير شيز، تقدر انت تسويها 60%، تقدر تسويها 70%، تقدر تسويها 100%. هاي اللعبه انا اسميها لعبه طبعا اوكي، بس هي هاي بها فكره قويه جدا، وهي انت تزيد قيمه البي اس بي. طبعا قيمة البي اس بي ويعتبر كأنما رأس مالك، تزيد
باستثناء يعني انت بس مجرد يعني كانما ارباحك اللي تاخذها من الفريق ترجعها الرأس مالك. فاذا سويت هاي 100% راح يزيد عندك البي اس بي. طيب شنو الغايه من زياده البي اس بي؟ اذا زيدت البي اس بي مالتك راح تزداد حصتك بالاسهم الشركه بالمستقبل. طيب يعني احنا هدفنا احنا صح نربح ونربح يعني الموضوع ماشي بعد سنه سنتين وعندك فريق وكذا وامورك ماشيه، لكن خلي ببالك زاد ربحك المستقبلي اللي هو ضمان المستقبل فعلا، لان هاي الشركه ماشيه بخط خط ماشي الخط يعني الكيرف ماشي لاعلى. طيب وهي حال الشركات اللي قاعد تنتشر، لو كان لك حصه كبيره فتصير ارباحك كبيره. فذا يعني انا مخلي في حساباتي بس الامور شوي تتحرك، الفريق كبير ابدا زيد 50 60%، استغني عن كل الارباح، اقلل شويه ارباحي وازيد البي اس بي. طبعا من يزيد البي اس بي راح يزداد ربحك اليومي، لان البي اس بي داخل في معادله عاده الشراء. فيعني انت اذا قللت ربحك من الفريق راح تزيد ربحك تصفح اليوم، يعني ممكن هي فيها ربح ايضا. يعني اذا تجيها يعني انت اليوم تربح من فريقك 1000 دولار، اوكي سويهم 500 وال 500 الثانيه راح ترجعها بي اس بي، من ترجعها بي اس بي راح يزداد الاي بوينت مالتك، يزداد ربحك اليوم، وبزياده البي اس بي مالتك تزداد عندك الاسهم بالشركه. ما اعرف هاي الالغاز فهمتوها وما فهمتوها، يمكن بعض الاخوان داخل. اهم شيء وين عندنا يوسف موجود، اهم شيء يوسف فهمها او لا ما اعرف، اذا يسمعني يوسف ممكن يكتب لي، لان انا اقيس على يوسف، اذا فهم يوسف خلاص الباقيين كلهم فهموا. اوكي اخوان هاي بالنسبه للمعادلات، بالنسبه للمعادلات اللي يعني بحساباتي دا اشوف المعادله اللي خلاها ستيف، هي مو فقط هاي المعادله، عده معادلات مربوطه بهاي المعادله. هذا النظام مستقر جدا وامين جدا، امين بالنسبه للشركه وامين بالنسبه للزبون. طيب انت شفت الارباح توصل ارباح جدا، لكن هو مسوي سقف لسحب الارباح. كم السقف؟ اذا انت جولد 2000 دولار باليوم فقط تسحب، ارباحك موجوده بس سقف للسحب. اما اذا كنت بلاتينيوم فما فوق فسقف الارباح 5000 دولار، يعني اكثر من 5000 دولار ما تسحب انت يوميا. طبعا ها يعني انت اليوم تسحب 5000 بكره تسحب 5000، ارباحك هي نفسها باقيه، سحب هو 5000. ليش؟ يريد ما يصير لود او ضغط على الشركه. كل ما تبقى الفلوس بالشركه كل ما اضمن للشركه اكثر. حتى نسبه البورصه 15%، الشركه من تخليهم بالبنك الشركه تستفيد عليها ارباح من تخليهم بالبنك. اضاف ذلك من تدخل انت كمساهم بالشركه من الفلوس اللي من الفلوس اللي موجوده في بالبنك، هي الفلوس تبقى نفس الشيء بالبنك، باقي عند الشركه البنك. اوكي؟ فهاي يعني هاي الامور اللي سواها ستيف لينر الصراحه، يعني انا اقتنع في سنوات اشتغلت بهاي الشركات وشفت الخطط، وحتى استشارونا على عده خطط باقي الشركات، لكن من شفت هاي الخطط شفت نفسي انا لا شيء بالنسبه للنتورك. بس هذا الشخص هو مو هذا الشخص من ستيف لينر هو خبير نتورك، خبير تسويق الكتروني، فقدر يوصل الى هذه المعادلات صراحه يعني ممتاز جدا. يعني مو لاني اشتغل انا ما عندي ولاء لاي شركه معينه، لا اكسس ولا غير اكسس، وانا يوم جاي اشرح اكسس ما عندي ولاء لاكسس، لان لكن شفت اكسس هي الشركه اللي اقدر ابني عليها الجروب مات. يمكن بعض الناس يفكر بان الارباح مال اكسس قليله جدا، لا ارباحها معادلاتها هاي انت بس تشتغل ارباحها كبيره جدا، ارباحها ضخمه. شنو خلال سنه واحد يحصل ارباح اكثر من 1000 1000 و2000 دولار باليوم الواحد؟
خلال سنة من اشتراكك، أنت ممكن تسويها أكثر أنت. طيب إذا أنت وحدك ممكن تفكر أرباحك قليلة، بس خلي في بالك إذا أنت وحدك إذا تفكر أرباحك قليلة، أنت ما راح اشتراكك مو سنوي، لا تحسب له مدة سنة، اشتراكك هو مفتوح مدى الحياة. هاي واحد. ثاني شيء، أنت خلي في بالك بين الشركة مو استثمارية. إذا أنت تريد تشترك في شركة استثمارية موجودة شركات استثمارية، بس خلي في بالك نقطة مهمة جدا بالنسبة للشركات الاستثمارية، إن كانت شركات أيا كانت، مو 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 إلا الشركات اللي موجودة بالإنترنت، مثلا شركة بناء استثمارية، شركة عقارات استثمارية، كل الشركات الاستثمارية تنطيها فلوسك أنت، تنطيها فلوسك أنت تشاركهم بالربح والخسارة، إلا إذا كان في حالة واحدة فقط، إذا هذه الشركة لك عقد من شركة تأمين أخرى بفلوسك مو بالمشروع، برأس مالك. لو الشركة سوت لك تأمين من شركة تأمين أخرى معروفة برأس مالك، طار شي على الشركة الاستثمارية، خسر مشروعها، فأنت فلوسك تأخذها من شركة التأمين. هاي حالات نادرة، وأصلا تخسر كثير من نسبة أرباحك إذا سوى هاي العملية. فبالنسبة للشركات الاستثمارية مهما كانت، فأنا أقول لك يعني ما به ضمان مهما كانت 100%. أنا ما أقول لك بين أكسس والله مضمونة والله لأن مستثمرية، لكن أنا أعطيك معادلات منطقية كحسابات منطقية. يعني لو اليوم ما في دفع الأكسس ولا شخص، إذا أكسس ما عندها روابط، إذا أنت ما تفتح روابط، إذا ما عندك أرباح يوم، بس ما انتهت الدنيا، بكرة راح يدفعون. هل الشركة يعني من المنطق بين الناس ما تدفع لها؟ أكيد لا. ليش؟ لأن هذا فلوس إعلان، واللي يدفع هو مستفيد، لأن اللي يدفع هو مستفيد. اللي يدفع بالنسبة للشركة، البارحة ذكرناها عدة خيارات موجودة. لو نرجع نعيدها، هذه نقطة مهمة جدا، أعتبرها نقطة جوهرية يعني دائما أذكرها. هاي النقاط، الشركة ضمن الناس اللي تدفع، الشركة خلاص، الشركة مو أول يوم هي فتحت، ضمنت الناس اللي يدفعون، لأن سعر النقل أرخص من باقي المحركات، ومستمر توليد نقلات يعني إضافية، يعني مستمر توليد الآي كريدت، وأيضا نفس المبلغ تحصل على خدمات هوستنج دومين، وعندك خطة تعوض بها فلوسك، إذا أنت تشهر موقعك مجاني، هاي بالنسبة للشركات أو الأفراد. مهمة جدا بين يجون يقول لك وسي وانا فلوس طالع، اذا انا بلاه جاي اعلن، احسن ما اروح اعلن بغير مكان، وضمن الاشخاص اللي تدفع تدفع ضمنهم، وضمن الاشخاص اللي نقوا على الاعلان، اذا الاكسس مستمر منطقيا يعني يزداد. اضاف ذلك في ناس عندها حافز كبير بين تدفع، احنا اليوم عندنا حافز كبير بين ندفع، لان مو غايتنا الاولى هي اشهار صراحة. يعني بالنسبة لي قبل سنة أو سنتين كان عندي موقع، راح الموقع خلص، لكن اليوم ما عندي موقع، ليش أنا جيت اشتركت بأكسس؟ لأن الفرصة مالتهم قوية جدا، لكن مستقبلا راح يصير عندي موقع، صار عندي حافز، عندي موقع، بعض العملية. فإذا أنا دفعت للشركة وأنا ما عندي موقع، بينما مثلا جوجل يربح أكثر من 40 إلى 50 مليار دولار سنويا فقط من أصحاب المواقع. إذا أكسس يدفعوا لها أصحاب المواقع وغير الناس العاديين. إذا حظوظ أكسس أكثر من حظوظ جوجل حقيقة، واحد يتكلم الواقع الحال هذا بس. لكن ليش تقول جوجل مشهور اليوم وأكسس ما مشهور؟ انتظر سنة سنتين ثلاثة وشوف العملية. هاي الشركات تحتاج لها شوية صبر، شوف النتائج النهائية بالمستقبل. فأنت قاعد تشتغل بعمل مستقبلي، شركة راح تكون بكرة من أوائل الشركات بالعالم. لهذا أنا أقول لك إحنا يعني الخبرة السابقة، السنين السابقة كلها من جيت على أكسس جيت يعني بقوة صراحة. ليش؟ لأن شبتها الشركة الوحيدة اللي أقدر أستند عليها وأقدر أبني جروباتي عليها. واضح؟ طيب، هاي بالنسبة بعض الأمور اللي محتاج واحد يوضحها، لأن صراحة مهمة جدا واحد يعرف بأن
بعض الناس تفكر بان يفكر هو يحسب فلوس، مثلا يحسب فلوس يحسب سنوي كم ياخذها. بس انا اقول لك اذا انت تجيب ناس، الناس تجيب ناس فتوصل ارباحك ضخمه جدا. يعني هذا الامريكي صار لاربع خمس سنوات ارباح كبيره. وحده هاي الروسيه دائما اذكرها، انا تكلمت معاها صار لها اربع سنوات بالشركه موجوده في امريكا، قالت لي اذا انتم بديتوا فيعني اكيد خلينا بالكم بان تحضرون الى مؤتمر لاس فيغاس في شهر نوفمبر القادم. فقلت لها ان شاء الله. يعني صار لها اربع سنوات ما شاء الله عليها، يعني ممتاز. هي اللي اعتقد هي اللي دخلت الفكره لروسيا، واليوم روسيا الاف الناس موجودين بروسيا. فرصه، والفرصه الاخرى بان الفكره بالنسبه للوطن العربي، بالنسبه لافريقيا، بالنسبه للناس اللي موجودين يعني شمال افريقيا اللي يتكلمون باللغه الفرنسيه، فرصه لهم كبيره. ليش؟ لان فرنسا ما موجوده، الشركه ما مفتوحه في اوروبا الغربيه، فقط في اوروبا الشرقيه، يعني فقط في روسيا واوكرانيا ولاتفيا وهاي الدول، اما اوروبا الغربيه قليل جدا. فهاي فرصه. انا اليوم اقدر اجيب لك، انا اقدر اجيب لك شركه من اوروبا موجوده تنطيك ربح 30% بالشهر من سعر الاشتراك. لكن وينها؟ تستمر معك؟ لا. انا واحد من الناس في سنه من ما عندنا خبره، قبل اربع خمس سنوات او اكثر يعني ما عندنا خبره، وصلنا بيها شركه انا واحد من الناس اكثر من مليون يوم. بس وين هالشركه؟ انتهت بالازمه العالميه، انتهت الشركه وخلاص، تشتغل كلها بالعملات واسهم النفط وكذا. كنت تعرف سعر النفط كان 400 دولار وصل الى 40 دولار بالازمه العالميه، وهي الشركه معتمده على هذا الشيء، فالشركه انتهت. طيب هل انا ابقى الفلوس بجيبي واشوف ناس خسرانه؟ اكيد غالبيه الفلوس ضليت اشتري رصيد الناس، الان غالبيه الفلوس يعني اللي انا يعني ربحتها خسرتها على جروباتي. فهل انا اعيد نفس الشغله واجيب اخرى؟ هاي الشركه والله ارباحها قويه، انا ما افكر بنفسي عم اقول لك احط الشركه وارباحها قويه واخلي ارباح بجيبي. ممكن 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 بعض الناس يشتغل هذا الشغل، لكن انا ما اقدر ابني، فانا جاي ابني فريق. يعني حتى خطه الدعم، يعني خلينا خصصنا مبلغ للناس اللي ما عندها فلوس، الناس اللي عندها مبلغ قليل ما تقدر وتريد تشتغل وعندها جديه فعلا وعندها فريق وعندها جروبات، فخصصنا مبلغ عشان نساعدهم. الغايه عشان احنا نخلي جروبات تحتنا ونربح اكثر باكسس، او الغايه بالموضوع بان احنا نفيد شركه اكسس؟ اكيد لا. الغايه بالموضوع احنا نريد نبني فريقنا. لو كان عندي الاف الاشخاص هو هذا كنز، كنز مو فقط باكسس، بكل شيء. يعني اذا انا عندي علاقات اليوم بالاخ فخري مثلا، والاخ فخري عنده علاقات بكل مكان عن طريق النتورك وعنده شركه اكسس، اذا اريد اي شغله من السعوديه اتكلم مع الاخ فخري يسوي لي، ممكن شغله تجاريه، ممكن نربط بين الدول شغلات تجاريه، فهمتني؟ فاذا اروح انا للسعوديه ممكن الولد يستقبلني بالمطار. بتشوف يعني انا ما احب هاي شغلات الشهره والاشتهار، لهذا تشوف انا حتى صور ما اعرض يعني على الانترنت. بس عندما اقول لك كمثال دا اوضح لك يعني اللي تفيده مو فقط فلوس. الله يسلمك، الله يخليك، ما قصر. فاللي تستفيده مو فقط تستفيد فلوس، بينما تبني فريق. في اليوم شركات كثيره موجوده، هاي الشركات لو تجي تدور على قانونيتها تلقى مستخدمين ثغرات قانونيه كثيره، شغلات قانونيه كثيره تلقى مستخدمين. لتشوف انت التعقيد القانوني باكسس، التعقيد القانوني باكسس. يعني الاخ فخري ممكن البارحه احنا شفت البارحه من سوينا طلب الماستر كارد، يعني كل الامور القانونيه اللي سويناها سابق قعدنا وكل شوي نعيد الجوال ونحط المعلومات وكذا، وبعد ما خلصت هسه راح يجيك ايميل يقول لك انطيني الجواز بعد. لتشوف وما تخلص العمليه. اذا تريد تغير ايميل او تريد تغير حبيت تغير ايميل يقول لك اعطيني الجواز. يعني كل شيء يريد عندك اوراق،
وموظفين تدقيق معقدين ايضا. ليش معقدين؟ لان يردون يحافظون على الشركه، يردون يخلون الشركه نظيفه. من الشركه اللي مت يعني اي شركه بالعالم اليوم اللي تستخدم ثغرات قانونيه تتمنى كل الناس يجون يشتركون ويسووا هذا الشيء. يشتركون شو له علاقه؟ يشترك من العراق، يشترك من غير دوله، يشترك من اي دوله، يشترك من اي مكان، ويشترك بسهم، يشترك بعشره، يشترك بمئه. في اليوم شركات يقول لك اشترك انت عسى ما تريد تشترك بثلاثين حساب او مئة حساب وادفع بهم كلهم باي رقم يعجبك. بس خلي في بالك هذا خطر. ليش خطر؟ ليش خطر؟ الخطر بالموضوع بين عمليه غسيل الاموال. فهمتني؟ فالشركه تريد تحافظ على نظافتها. طبعا خلي في بالك كل ما الشركه تحافظ على نظافتها كل ما تستمر شركه قانونيه ونظيفه. نظيفه يعني من الاشخاص الوهمين، لان انت تتعامل مع الشركه مع بالانترنت، شركه ما تعرفك، شركه تعرفك عن طريق الانترنت. فكيف تتعامل معك؟ فلهذا تشوف شويه معقدين بالحسابات وغير امور. تعرف يعني العراقي، العراق ما داخل. فالعراق اللي عايش بالخارج يقدم الإقامة، تعرف ايش قد معقده العمليه؟ يعني يطالبك حتى بالماستر كارد، يطالبك بالورقه، حتى ورقه الكهرباء، يطالبك يعني عندي ولد صاحبي خلى اوراق الشركه مالته، الجواز وخلى الاقامه وخلى اوراق الشركه وخلى ورقه الكهرباء. يعني فد امور معقده كلها خلاها عشان يقبل. عندي ولد اخر طالب عايش بماليزيا، طالب خلى الجواز وخلى الاقامه وخلى الهويه مالته، السكن مالته عايش بقسم داخلي، وخلى ايضا القبول مالت الجامعه. يلا قبلوا. ليش هالتعقيد هذا؟ لان يخافون عمليه، يعني يخاف من الحكومه، الشركه يخاف من الحكومه. يخاف لان اي خلل الشركه تخوف اذا هي تتعامل مع الناس. اكيد لا، لان شركه من بدها تدفع ضريبه، شركه قانونيه تدفع ضريبه، اكيد الموضوع يختلف. يعني قلت لك احنا قعدنا مع ستيفرنا نفسي، اصدقاء قعدوا معه، قالوا له بس خلي العراق يدخل شوف الارباح راح تجي الاكس. اتمنى هو بس ما صارت. من الشركه اللي لو كان شركه من هاي الشركات موقع على الانترنت وكذا، يا هو بس مجرد دخل العراق خلاص، اصلا هو يدخل العراق اوتوماتيك او غير العراق يعني، بس هو ما يقدر. طيب طبعا احنا ما احب اخذ بعد من وقتكم اكثر، لكن اي سؤال او استفسار ممكن تسالوني به. اوكي يا اخوان، ممكن اذا عندكم سؤال او استفسار ممكن اجيب بالكم سؤال.